اللهم يا حي يا قيوم، إلهنا كل إخواننا المسلمين في بلاد الشام، في بلاد الشام، اللهم إن بهم من الهموم والغموم والأحزان ما لا يخفى عليك، فرحماك يا ربنا بهم، فرحماك يا ربنا بهم، اللهم ارحم حنين الحانة، وارحم أنين الآنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم العجائز الركع، والأطفال الرضع، والبهائم الرتع، اللهم إن بهم من الخوف ما لا يعلمه إلا أنت، اللهم إن الخوف قد أحاط بهم من كل مكان، فيا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعا، وبرحمته كشف الضر عن أيوب إذ نادى، اللهم إنا نستنصرك، اللهم إنا نستنصرك لإخواننا في سوريا، اللهم قوي عزائمهم، قوي عزائمهم، قوي عزائمهم، اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، اجمع على الحق كلمتهم، سدد سهامهم، اللهم ارحم قتلاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، ومؤيدا وظهيرا، اللهم بدل حال إخواننا إلى أحسن حال، إلى أحسن حال، إلى أحسن حال، اللهم عاجلا 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 غير آجل، برحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم عليك بمن آذاهم، اللهم عليك بمن آذاهم، اللهم عليك بمن تربص بهم، اللهم صب عليه العذاب صبا، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم انزل بهم، انزل بهم بأسك الشديد، بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم قدرتك، أرنا فيهم عظمتك، أرنا فيهم انتقامك بقوتك يا رب العالمين، احصهم عددا، احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، اللهم انتقم منهم واجعلهم سلفا ومثلا للآخرين، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.